صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم مره جديده. هلا بدنا نحضر الكفته بالفرن. هذه طريقه الكفته شوي حتلاقوها غريبه ونفس الوقت كثير سهله. هلا اول شيء انا حضرت الكفته، دائما معروف عن الكفته هي عباره عن لحمه مفرومه ناعمه مع شويه دهن اذا بدنا، مع ملح بهار حلو وقرفه ناعمه والبصل والبقدونس. انا اليوم اللي مختلف بهذه الكفته استبدلت البقدونس بالكزبره الخضراء، والسبب انه دائما الكفته بيكون فيها طعمه البقدونس هي مزعجه اوقات لعند اشخاص كثير، وبنفس الوقت عندها رائحه. انا من الاشخاص اللي بتزعجني اوقات ريحه الكفته خاصه مع البقدونس. شو رايك؟ ميرسي شيف، اتفقنا بهالنص شغله. فاليوم انا استبدلت البقدونس بالكزبره الخضراء خاصه لاحصل على نكهه جديده بدي اياها. طبعا انا اليوم بالوصفه ماني ذاكر نوع الخبز المستعمل، انا بدي هذا الشيء بيصير اختياري للاشخاص. انا استعملت خبز التنور، ممكن استعمال الخبز العربي، ممكن استعمال خبز الساج، في كثير انواع خبز بهذه السماكه فينا نستعملها. فاول شيء انا وقتها حضرت الكفته مع الملح والبهار وباقي المكونات، صارت عندي جاهزه هيك. طبعا بجيب الخبزه وبضيف عليها الكفته بهذا الشكل. هذا الطبق انه فينا نقدمه كمقبلات على السفره، وبنفس الوقت طريقه تقديمه كثير حلوه وسهل. اول شيء الكفته بدي ادهنها بهذه الطريقه كثير رقيقه، لسبب انه انا بدي لفها باخر شيء بس تخلص مثل الساندويتش. فهيدا السبب وقتها بتلاف بتصير في عنا سماكه بقلبها للخبزه. فاذا كثير مسمكين كنا طبقه الكفته، وقت حنلف الساندويتش حتصير معنا كثير ضخمه بشكل مزعج، وبنفس الوقت بتبطل تستوي الكفته بشكل سريع. اذا بتلاحظوا بكل المكونات الموجوده عندنا فيها، الشغله الوحيده النيه اللي هي الكفته، عم نحكي كلحوم اكيد. هلا رح ضيف جبنه من الجبنه المبروشه على الوجه. طبعا اضافه الجبنه المبروشه لحتى تخلي باقي المكونات اللي بدي اضيفها على القطعه تتماسك مع بعضها. برجع اضيف الذره الحب، كمان برشهم بهذا الشكل، كمان هون قدر الامكان ما بكتر كميه، ما نشوفها فاضيه، بس هلا بس تتلف كل المكونات حتصير كثير قريبه لبعضها. الفطر المقطع الفريش بقطعه بطريقه كثير رقيقه، يعني اذا بتلاحظوا قد ايه سمكتها كثير رقيقه، هذا الشيء اللي بخليني انه تستوي بسرعه وبنفس الوقت اقدر لفها بالساندويتش وقتها عم نكون عم نلفها. مثل ما شايفين حطيت المكونات كلها، بجيب قطعه حبش المدخن كمان ضيفها بهذه المنطقه، لانه انا هلا وقتها بدي بلش لف هذه قطعه الحبش رح تصير تمد معي، اذا انا حطيتها بالنص حتصير تطلع من الساندويتش، لهذا السبب بحطها هون بالبدايه وبلش لفهم بهذا الشكل. واذا بتلاحظوا اخر شيء في عندي اللحمه هون هي بتساعدني لتختم الخبزه، تلزق عليها مضبوط من هيدي الميله وبتصير عندنا شكل ساندويتش. طبعا دائما الاطراف نحن ما كثير بنستعملهم لما بتكونوا فارغين، بلش قص من بعد الطرف الاول هذا الشكل. اذا بتلاحظوا كيف صار الشكل عندي، اللحمه الخضره والحبش موجوده بقلبها، رح ضيفهم بهيدا بالصينيه، انا ضيفهم بهيدا الشكل مثل ما شايفين هون، نحطهم بهيدا الشكل. شف هلا فينا يعني قبل الطهو ايفن حتى فينا ناكلها؟ ايه فينا ناكلها حتى اذا كانت اللحمه عنا طازه، ابدا ما في عليها مشكله، بتقدر ناكلها هلا. انا بحضر كنت شوي منهم قبل لحتى نكون عم نورجي المشاهدين طريقه تقديمها كلها ووضعها بالفرن. شايف قد ايه بتطلب اللحمه بتكون مدهنه فيها دهون؟ هلا انا بهذا الطبق عاده بستعمل كيلو لحمه مع 200 جرام دهنه، نعم. او ممكن تكون لحمه مدهنه اللي هي بتكون نص كيلو لحمه ساده بدون دهن مع نص كيلو لحمه زور. الزور هي بتجي كنايه عن لحمه طبقات دهن مع لحم، نعم. هذه بتجي من بطن الخروف، كمان لحمه دسمه بس كثير طيبه، نعم. خاصه للكفته عن جد كثير هيك مميزه، نعم. بس اكيد للاشخاص اللي ما بحبوا الدهن والاشخاص اللي عندهم كوليسترول عالي اكيد صح. ما تروحوا لهيك صح. مثل ما شايفين بعد حنعمل وحده قدامكم، نعم. نعمل بعد وحده لنكمل الطبق تبعنا. ممكن اضافه هون انه اصناف ثانيه، ممكن استبدال الكفته، نحضر الكفته ببهارات السجق
كمان بتعطينا نكهه طيبه، لانه السجق مع الاجبان والحبش كمان بيعطي نكهه كثير طيبه، يعني بيلبقوا مع بعضهم الطعمات. فممكن اللي ما بحب الكفته ممكن يستبدلها بالسجق. ممكن ايضا شاف الخبز، استعمال الخبز المرقوق، نحن عنا بلبنان الخبز المرقوق اللي بيجي كثير رقيق. صح ممكن، بس بهيدي الشغله بيحمل كل هالمكونات بعد ما ينطهى؟ ايه بنقدر، بس الشغله اللي باكد عليها انا بهذا الموضوع انه وقت نستعمل الخبز المرقوق الرقيق لازم تكون اللحمه مطحونه طازه، يعني مطحونه هلا، يعني مطحونه دغري تكون بعدها طريه، فوقتها بترتاح وبتندعك اللحمه مع البهارات ترجع بتقسى. فبتصير بتعذب بالمد على صحيح. الخبزة. هلا عم ضيف آخر كمية من الذرة، طبعا قطعة الحبش. أكيد الأشخاص اللي ما بيرغبوا الحبش المدخن ممكن استبداله كمان بالحبش العادي. كمان أهم شيء نحن عم نلفها ما بدنا كتير نشدها لحتى ما تصير تفسخ الخبزة. صح نعم. بهمني يمكن... أنا تبقى مرتاحة. لسبب أنه اللحمة وقتها بتضل في شو السبب؟ عفوا؟ فيني أقول أنا شو ايه السبب؟ اتكهن يعني. تخيل الكفتة رح تاخد حجم شوي أكبر لما صحيح، لأنه حتشد فحيكبر حجمها للحمة، فإذا كنا كتير شدين الخبزة وبنفس الوقت كبر حجمها للحمة حتصير تخزق الخبزة معنا. شو بربح شاف؟ ساندويش. تربحي ساندويش بس يكون لحمة كلها دهنة. يا عين شو رأيك؟ مردودة مع الشكر. لا أحلى ساندويش وعد أكيد. ميرسي. وصحي 100% بيكون شاف، هو الجايزة بحد ذاته. تسلمي. في مؤامرة كونية اليوم معك كانت من توني للشاف. حسي حالي بمسابقة مع هبة. مثل ما شايفين هلا الطبق صار جاهز بهيدا الشكل كله، بس أنا بعمل شغلة بسيطة عليه، ضيف شوي من زيت الزيتون تقريبا على اغلب الحبات لحتى تتشرب الخبز بنفس الوقت وتعطينا كمان نكهه طيبه. رشه بسيطه من الملح، وهلا بفوت على الفرن على حراره 180 9 دقائق على الاقل، مش وقت اكثر، وبنفس الوقت لا بيطلع لا ريحه ولا بننزعج منها وبتكون استوت، وفينا نقدمها بهذا الشكل اكيد. طبعا وقتها بتجهز انا رح ارجع اقدمها مع صلصه المايونيز. كنت بدي اسالك على الصلصه. نعم. صح نعم. مايونيز مع عصير الحامض بنخلطهم بنحطهم على الوجه مع شوي من ورق الركة، هيك بيكون طبقنا صار جاهز وكتير مميز. حلو. هلا رح ارجع لعندكم اكيد باخر الحلقه حندوق سوا هذا الطبق.